السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتخاف من الموت؟ بتخاف من عذاب القبر؟ بتخاف من حساب ربنا؟ بتخاف من يوم القيامة؟ الحياة دي كلها شغلة بالك، مشغول، بتخاف؟ مادام بتخاف اعلم ان انت على خير. ده انا هقول لك بشرة حلوة دلوقتي، بشرة حلوة، اوعى تطمن، عايزك خايف على طول كده. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فطول ما أنت خايف ومرعوب ومشغول وشغل بالك فأنت على خير. أنا مش عايزك تقعد مطمن في الدنيا وتقول آه يلا اللي يحصل يحصل، خلي بالك، أنا عايزك خايف. طول ما أنت خايف اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى أمنك يوم القيامة، فأنت مادام خايف يبقى على خير. خاف من الموت، خاف من سكرات الموت، خاف من عذاب القبر، خاف من الأشياء دي، اقعد خايف زي ما أنت، خليك خايف، خليك خايف عشان ربنا أمنك يوم القيامة. خوف الله سبحانه وتعالى هو اللي يوصلك للنجاة. أبشر بكل خير.